أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف ومسيرة. ضيفي وضيفكم اليوم هو رجل الأعمال الأردني الفلسطيني الأصل طلال أبو غزالة، والذي يفضل أن نقول عنه رجل الأعمال العربي. هو الذي قال يوما: قصة حياتي هي نعمة المعاناة، ويطلق على نفسه لقب طلال السعيد. دكتور طلال، أهلا بك وشكرا لحضورك معنا. شكرا لاستضافتي. أهلا بك. إذن دكتور، كما قلت لك ونحن نعد لهذا البرنامج، الفكرة اليوم بالإضافة إلى رجل الأعمال الناجح الذي أصبح يقود اليوم إمبراطورية لها يعني فروع في العالم بأسره، نود أن نتعرف أكثر عن الرجل الإنسان، ولا سيما عن البدايات التي دائما تكون لها أهمية في تكوين شخصية الإنسان. أود أن أبدأ ربما من الولادة، كانت بفلسطين بيافا عام 1938، الأب فلسطيني الأم سورية، من عائلة كانت غنية لحد ما في يافا في تلك الفترة، متعددة الأبناء، كنتم 13 أعتقد. وهذه العائلة سوف تعيش بالموازاة مع تاريخ فلسطين، أي البداية كانت في فلسطين وتأتي النكبة في 48 وتغير حياة البلاد وحياة عائلة أبو غزالة. إذن قبل ذلك، كلمة بداية عن العائلة والوالد والوالدة. كما تفضلت، إحنا ارتباطنا العائلي قوي جدا، يعني أنا أعتقد أن العائلة تؤسس لشخصية الإنسان، وكان لوضعي في العائلة أثر كبير في شخصيتي. والدتي كانت لسبب نعمة من الله تحبني محبة خاصة، وبالتالي كانت من دون أخواني ترهقني وتكلفني بكل المهام الصعبة، وكنت دائما أنا كل ما بدها شيء طلال يعمله. لم يكن ذلك عبئا، بل كان نعمة، لأني تعلمت من صغري المسؤولية وتحمل المسؤولية. كذلك والدي، كان يوم من الأيام، أنا كان عمري 17 سنة عندما قال لي: أنا رجل كبير، لا أستطيع أن أدير هذه العائلة وأتحمل مسؤوليتها، أنا من الآن أوكلك بالأسرة. وفوقك سبعة أخوة. وفدي سبعة أكبر مني سنا. والجميل في الموضوع أنه كلهم رحبوا. يعني ما كانش واحد يقول ليش طلال يتوكل علينا وهو أصغر منا مثلا. صحيح. أو ليش مش أنا، لأنني كان عندي أيضا نعمة القبول من جهتهم. تركيبة العائلة وعلاقتي مع إخواني وعلاقتي مع والدتي بالذات، الوالدة أنا عندي لها دور كبير، يعني كانت كلمتها بالنسبة لي تعني كل الدنيا، عندما تطلب شيء أو تأمر بشيء، ولما أسهر معها بكل ليل مرات وهي تقطف الملوخية، والإخوان يا عم بتسلوا على الموسيقى يا نايمين، وأنا الوحيد اللي أشتغل معها وتحكي لي قصص التاريخ. فبالتالي أنا بدي أقول إنه حياتنا كعائلة لا تختلف عن أي عائلة في الدنيا، ولكن اللي اختلف فيها هو ما أصاب كل الشعب الفلسطيني، النكبة، من رجل كان له مكانة كبيرة وقدر في بلده، وكان له مؤسسات ضخمة، أول شركة باصات كانت باصات يافا القدس يملكها، أول مصنع ثلج، كان وكيل لجميع شركات النفط في فلسطين إلى آخره. فجأة يجد نفسه مهشة ولا شيء. فكان هذا أحد أسباب التحدي عندي، إن أريد أن أنتقم له، أن أنتقم له من عدوي، وما أنا ما عنديش عدو في الدنيا إلا العدو الصهيوني، ما عندي مشكلة مع أحد. فكان لابد لي أن أنتقم، ولأنتقم في عدة وسائل واحد ينتقم فيها، وكلها مشروعة أو غير مشروعة، إنما أنا اخترت أن أتفوق على عدوي. وأنا هنا نتكلم عن النجاح، مش نجاح يعني أي شيء بعمله، لأن لا أدعي النجاح، ولكن أنا أقول أن النجاح قرار وليس خيار. المؤسف إنه الشباب دائما لك شو بعمل وراح أنجح ولا مش أنجح ولا راح أحاول. لا، ما تحاول، انجح. قرر أن تنجح. عندما يريد الإنسان أن ينجح عليه أن يأخذ قرار النجاح، مش اختيار بين خيارات.
وأنه يمكن أنجح ويمكن لا أنجح. إذا أقررت أن تنجح ستنجح. هكذا كل شيء في الدنيا، السعادة قرار. قرر أن تكون سعيدا تكون سعيدا. لكن النجاح تقول وتكوين ثروة مثلا يجب العمل، فأنت فكرة الراحة تقلقك إلى حد ما، حتى أنك تقول العقل إذا ارتاح تموت خلاياه. نعم، والقلب إذا ارتاح يموت الإنسان. صح، يعني أكثر جزء يشتغل في جسمنا هو القلب. صحيح، ويضخ ألاف اللترات من الدم، وإذا توقف اللي يرتاح بنموت. أنا أؤمن بأن الراحة مضرة للصحة، وهذه تقارير طبية مش من عندي. وأنا أؤمن بأن العمل والتعب، ما يسمون الناس التعب، هو الراحة الحقيقية. لأن الإنسان ما في أجمل من الإنسان ينام بالليل مرتاح. ومن هذا يعني أنه تعب في خلال النهار. اليوم من يريد أن ينام في ليله عليه أن يتعب في نهاره. يعني حتى أنك في بعض الأحيان أثرت الجدل بتصريحات عن تقصير الإجازات مثلا العمل أكثر. هناك من يقول طيب طلال أبو غزالة لا تريد أن ترتاح، دعنا نرتاح يعني في النهاية. كلام سليم، هذا الكلام اللطيف من هذا الموضوع. صحيح. ولكن صحيح. الهجوم، لكن ماذا تقصد يعني؟ هل تعتبر فعلا اليوم أن يعني نرى في الأردن تحدث مطولا عن بعض الإجازات التي تصبح مثلا مفروضة على القطاع الخاص أحيانا ببعض الأسباب، لا أتحدث عن الإجازات القانونية، وأنت تقول لا، يعني يجب أن نعمل لأننا أمام أزمات، حتى الأزمة العالمية يعني عامة أزمات اقتصادية، والعمل هو الرد. نعم، أنا يعني أنظر إلى الأمور دائما بمؤداها بنتائجها. اللي بيشتغل هو اللي بيحب وطنه، اللي بيشتغل هو اللي عم بيخدم وطنه، مش اللي حامل الشعارات ويهتف يعيش يعيش يعيش. إذا أردت أن تخدم وطنك عليك أن تعمل. الناتج القومي هو نتاج جماعة الوطن كلها بكافة أعضائها. أنا عندما أرى بنشرجي أو حلاق أو حداد أحييه كما أحيي رئيس الوزراء، لأنه هو المنتج في هذا البلد. صح. وأن أي عمل إنتاجي هو عمل مشرف. ولكن نعود للسؤال. أنا بقول مؤسستي من يعمل معي هم ليسوا موظفين، هم أبنائي وبناتي. ومحبتهم إلي معروفة، واللي بده يسألهم يسألهم. وأنا بقول لهم أنا بشغلكم لأني بحبكم، لأنني إذا أفرضت على هذا الإنسان أو الإنسانة العمل، طب مش بياخد خبرة؟ مش يكون بناء قدرات؟ هذا يبقى معه، يستقيل من عندي بياخده معاه. أنا عم بخدمك لما أنت تتعب في أن تنتج وتتعلم، أنت ثروة لك مش لي، هي فيك، تبقى عندك ملكك. ولذلك أنا أقول إنما الأسلوب اللي يظن البعض إنه عندما نريح الشباب يقولوا يريحوا، شو يريحوا يعني؟ مش فاهم أنا يعني. بكثير بيقولوا لي طب ما أنت الحمد لله ارتاح، وكله كيف ارتاح؟ انت شايفني عم بشتكي إن انت ضد فكرة التقاعد. التقاعد لا، اصلا انا من التقاعد، شو معنى التقاعد؟ يعني حتى انت تقول الراحة يعني الموت. بالضبط، يعني طب ليش كلمة متقاعد؟ شو اصلها باللغة العربية؟ وين الروت تبعها؟ هي كلمتين، فيش كلمة، فيش باللغة العربية يتمقعد ما فيش. هي كلمتين، مت قاعد يعني موت وانت قاعد. مين بحب يموت هو قاعد؟ بده الإنسان يحيا. فأنا كلمة متقاعد هي إهانة، لأن نقول أن إنسان متقاعد. كذلك كلمة عاطل عن العمل، شو يعني عاطل؟ صح. شو يعني تعطيل؟ لما نقول إنه إحنا بدنا نعطل، لما واحد يكتب لي على المواقع ويشتمني ويقول لي إحنا بدنا نعطل، شو نعطل؟ تعطل مسيرة الوطن؟ ما معنى كلمة نعطل؟ نعطل يعني نقف عقبة في طريق شيء ما، ونحن متعطلين يعني إحنا عاطلين. مين بحب يقول عن حاله عاطل؟ إحنا ثقافة العمل. العمل نعمة، العمل عبادة يقول الدين. ثقافة العمل نحن ما نريد أن نغذيه، ثقافة الإنتاج، ثقافة حب النجاح. مش النجاح لا يعني الفلوس ولا المناصب ولا شيء. النجاح تحقيق وسعادة كذلك في العمل الذي نبلغه، تحقيق أهداف. أنا لم يكن عندي أهداف، أنا كان عندي رسالة. وكما قلت لك من أول، أنا كانت رسالتي
أنني أريد أن أنتقم من عدوي بأن أتفوق عليه. كيف؟ ما كان عندي ذهن واضح، ولكن مع السنين برزت عندي مسارات معينة. فإذا مثلا أن أنشئ أكبر شركة في الدنيا لا يستطيع أن ينشئها منافسي العدو، مثلا أن أحصل على مناصب رئيسية بصفتي الخاصة وليس كمندوب عن حكومات أو بالانتخاب بالشخص بالقدرة الشخصية لم يحصل عليها. وأنا عندما أتكلم مرات مع الطلبة في المدارس بقولوني أنا بدي أكلفكم بدراسي، دوروا إذا كان بتلاقوا عند عدوي من هو يباريني فيما حققت، مش بأموال ولا بشركات، بما حققت مجمله مناصب تقدير أوسمة شهادات دكتوراه مؤسسات ناجحة قيادات مبادرات جديدة. احنا الآن اخترعنا اختراع جديد، وهذا بدي أحب يمكن أول مرة بحكي فيه بالإعلام. تفضل. العالم أهم شركات الدنيا هي شركات تقنية المعلومات، أهم ثلاث منتجين لأدوات التكنولوجيا، الأدوات اللابتوبس والكمبيوترز، اللابتوبس وتابلتس، أبل، سامسونج، واوي اللي هي بقولوا عنها هواوي بس هي هي واوي. هذه الثلاث شركات الكبرى، ما في شركة كبرى في هذا الميدان غيرهم. في شركات صغيرة في بعض المناطق لتقنيات بدائية. أنا قررت أن ندخل إلى هذا المنتج العالمي على المستوى العالمي. أنتجنا الآن أجهزة لابتوب وتابلتس على أعلى المواصفات في الدنيا. يعني أخذنا مواصفات الثلاث شركات هذه، ما هو الأفضل في هذه وفي هذه وهذه، وعملنا منتج يتفوق عن الثلاثة وبـ50% من السعر. الآن هذا طلعوا الناس على أنت بدك تنافس أبل، ليش ما أنافسها؟ طب ما أنا كنت في 72 عندما قررت أن أنافس أكبر شركات الدنيا في الملكية الفكرية كانوا الناس يبتسموا أنه يعني خليه يحلم. الآن إحنا أكبر شركة في الكون في العالم، ليش ما يكون عندنا هذا الطموح؟ حقي، ما حدا له حق أن يضع حدود لطموح أي إنسان. طيب أود أن نفهم هذا الطموح من أين أتى. لو عدنا إلى الوراء إلى حد ما، في مكتبك مثلا هناك صور لك وأنت صغير، ومنها أود أن أتحدث عن حدث في طفولتك هو هذا المعطف الذي خاطته الوالدة من بطانية للأنروا، وتقول أن خاطت لك هذا المعطف لتذهب به إلى المدرسة، وبطبيعة الحال استهزأ منك بعض التلاميذ، وقلت أن يعني في كل مرة ترد عليهم سواء بما حدث مع المعطف أو ما حدث وأنت تأكل البطيخ على الأرض مع العائلة ودخل أحد الزملاء، يعني في كل مرة ما كان يمكن أن يصبح معاناة لك كطفل تجعله ضد من هو ونعمة، وحتى أنك تواجه هو حقيقة. طب أنا ستي لما رحت على صف في المدرسة وأنا كان عمري 12 سنة، إحنا لما خرجنا من فلسطين لم يكن بإمكاننا أن نأخذ شيء، طلعنا بقمصاننا، كانت صيف. نعم. معروف أنه النزوح كان في الصيف. لما جاء الشتاء ما عندي جاكيت، وأمي مش خياطة ولكن مضطرة، فخيطت لي ما يشبه الجاكيت ورحت فيه على المدرسة. دخلت الصف صاروا يضحكوا علي الأولاد. شو كان شعوري أنهم غيرانين مني، مش هم يضحكوا علي لأنه أنا أقل منهم، لأني أحسن منهم. قلت لهم أنتم لابسين جاكيتات بتعتقدوا أنها جاكيت لتكفيكم البرد، دقيقكم الورد البرد. أنا لابس حرام ومتدفي وأنتوا غيرانين مني لأنه أنتوا لابسين جاكيتات ما بتدفي. لا تدفي. حقيقة ما في أجمل منها. بس أنا ما كانوش عارفين أنه تحت الجاكيت أيضا كنت. شو أكتر شيء بدي أقول لأبنائي اللي عندهم مش فرص وهم أعز علي من نفسي، أحسن طريقة للتدفئة في الشتاء هي الجرائد على الجسم، صحف. كنت ألم الصحف أخطي فيها جسمي وبعدين ألبس فوقها القميص كمانع للبرد. طيب لما أنا أشعر أني أنا متدفي وسعيد، شو المشكلة؟
ليش لازم أزعل من الموقف؟ وهكذا كل حياتي كانت الشيء اللي بنظروا له أنه هو معاناة هو حقيقة النعمة. طيب هناك هذه النقطة في حياتك ونجدها في العديد من المحطات، كل ما يمكن أن يكون معاناة كما تقول تجعل منه نعمة أو تراه كنعمة، هناك هذا الطموح الكبير كذلك، وهناك شيء آخر وهو لقاء بعض الأشخاص الذين تقول أنت أحيانا لدي قبول، ربما يقبلون بي، يحبونني بسرعة إلى غيره. في 48 وعمرك لا يتعدى 10 سنوات فتهجر العائلة من فلسطين إذن بعد النكبة، وتنتقلون إلى قرية الغازية بلبنان، جنوب لبنان. الوالد بطبيعة الحال هنا ينتقل من رجل كانت لديه أموال إلى غير ذلك إلى لا شيء بلبنان، وكانت له علاقة بمختار هذه البلدة. هذه من الشخصيات التي ربما قد تكون أثرت بطريقة ما في عائلتك وفيك. هذا المختار أعطاكم بيت لتسكنوا به وذهب إلى الدكاكين وقال لا تطلبوا النقود من هذه العائلة. إلى أي حد انطلاقا من هذا المثل وهناك أمثال أخرى، لقاء بعض الأشخاص الذين ربما كان لهم حب لك ولعائلتك ساعدك في نجاحك اليوم؟ هذا حقيقة موضوع مهم جدا. النتيجة فيه والخلاصة الأخيرة أن الدنيا فيها خير. كل من يقول أن الناس ما فيها خير وأن العالم سيء، تجربتي أن الخير في الدنيا أكثر مما نستحق، وأن هنالك تقدير من الناس لمن يستحق الخير، بس بدك تستحقه. يعني لما رحنا هاي الضيعة، وأنا أريد أن أذكر اسم هذا الرجل الفاضل المختار الضيعة القرية الغازية الحاج رضا الخليفة رحمه الله، كان أيضا هو من الذين لفتوا نظري إلى نفسي، لأنه يوم أنا في البيت قال له نجيبه طلال، جابني من البيت وجلسني جنبه، والجلسة كلها رجال كبار ويتحدثون بالتجارة بالمطر بالزراعة إلى آخره. قال لي كل يوم تيجي تقعدوا. طيب أنا فجأة وأنا عمري 11 سنة شعرت أني جزء من مجتمع الكبار، من مجتمع الكبار سنا وعلما وخبرة، وقررت يومها أن أكون عند ثقتهم بأن أكون أستحق هذا الوضع. هذا الرجل أعطاني شعور، كما قلت عندما والدي وأنا عمري 17 سنة قال لي أنت مسؤول عن العائلة، أعطاني فرصة أن أمارس المسؤولية من وأتعلم من بداية حياتي. هاي صوره الاحرام. اذا هذه البطانيه بطانيه الانروا. نعم. لا ولكن انا بدي اقول لك اني لم اواجه في حياتي مشكله لم اجد من اعانني فيها لانه وشعر باني استحق. انا ايش بقصد في الكلام؟ من يريد ان يدعمه احد ويساعد احد يبدا بانه يساعد نفسه ان يستحق ان يستحق والثقه. انا مثلا اعطيك مثال، أنا كل دراستي بحياتي ما دفعت ليرة لبنانية في لبنان. أنت قلت انطلاقا من سن 10 كانت كل دراساتي بمنحة، منحة مدرسية، لأني كنت المتفوق الأول. وليس فقط لأنك المتفوق، لأنك كذلك حاولت في العديد من المحطات أن تذهب وتدافع عن نفسك وتصل. نعم. إلى أن يستمع. نعم. إلى ملفك ويفتح لك، يعني مثلا إحنا من الغازية، الغازية كانت دراسة الابتدائية. عندما كنا مضطرين أن ننتقل لبيروت للدراسة الثانوية. نعم. رحت على مدرسة اسمها كلية المقاصد الإسلامية. رحت أسجل، سجلت، عبيت الفورمز وكذا، فالمسجل قال لي الرسوم، قلت له ما عنديش. قال لي يعني أنت عمرك سمحت معت مدرسة بسجل واحد وما يدفع رسوم؟ من وين جاي أنت؟ من أي قارة؟ قلت له ما عندي. قال لي طيب ما تضيع ليش وقتي، منزعهن ورمى الطلب. انتهت القصة؟ لا، رحت عند صاحب المدرسة أو رئيسها محمد سلام اللي هو عم تمام سلام رئيس الوزراء السابق وعائلة سلام المعروفين، قالوا له في واحد شاب، قالوا له بالبيت في واحد شاب بده يحكي، طفل بده يحكي معك. قال لي خير يا ابني، واقف على الباب. قلت له معلش أدخل. قال شو الموضوع؟ قلت له موضوع خاص بس ما بدي أحكي وأنا على الباب، خليني أدخل أتشرف بأن أقول دخلت بيت محمد سلام. قال لي تفضل. شو الموضوع؟ قلت له هيك صار معي. قال طب شو بدك يعني أعمل؟ قلت
له بدي تعطيني منحة. قال ما هو قال لك المنحة عندما تثبت أنك تستحقها. قلت كيف بدي أستحقها قبل ما تعطيني الفرصة؟ صحيح. أعطيني الفرصة. قال كيف أعطيك الفرصة؟ قلت له خذني لمدة فصل واحد مش سنة بمنحة منك شخصيا تحدي. إذا كنت الأول بنهاية الفصل تستمر المنحة طول ما أنا الأول. قال لي هل قد متأكد؟ قلت له لا مش متأكد، مضطر. في شيء أعظم وأقوى من أنه الإنسان يكون متأكد، أن يكون مضطر أن يعمل شيء، فأنا مضطر أكون الأول. كتب ورقة من حال مدة فصل واحد على أن يكون الأول. قلت له لا، الأول في جميع المواد والأول في المجموع، يعني لازم أكون الأول في كل مادة. قال لي عم بتصعبها حالك. قلت له أنا بدي أصعبها حالي، التحدي يعني. قال لي والله، قال لي والله لا أعطيك فرصة. وهكذا صار ونجحت. ونجحت وكملت دراستي وأنا المتفوق. بدي أدخل الجامعة، قرار بدي أدخل الجامعة الأمريكية في بيروت، لأنها وقتها وكانت وربما ما تزال أفضل جامعة في لبنان. ما عندي فلوس. الله راد أنه يكون في منحة واحدة للاجئ فلسطيني في لبنان على أن يكون الأول على لبنان. فما عندي مضطر. خيار ما عندي خيار، مضطر أن أكون الأول. طب هذه أي معاناة أن أكون الأول على لبنان؟ يعني الصعوبات التي يرى فيها البعض المعاناة تقول أن هذه الصعوبة. يا أخي شو الحالة بدهم يعني أكون الأول حتى أخذ منها؟ الدنيا قولي الحمد لله إنه بدنياك تكون الأول. يعني أحيانا تقول حتى من يكرهني يمكن أن أشكره وأحبه طبعا. لأنه طبعا. يجعلني أقول يجب أن أتفوق لأنه ينظر إلي ويراقبني. قصة حلوة هيك. أنا يوم جالس في مجلس، يعني هذا كان في يعني وأنا كنت في بداية حياتي العملية، يعني بكنت في الثلاثينات من عمري، جالسين في مجلس ودخل واحد يكرهني وينافسني، يعني عنده شعور الغيرة والمنافسة. فلما دخل قلت أهلا بالحبيب. قال لي ما تقول لي حبيب أنا بكرهك. قلت له أنا بحبك. قال لي أنا بكرهك بقول لك، ما بدي إياك تحبني أنا بكره. قلت له ما بتقدر تجبرني ما أحبك، أنا بحبك. قال لي بعدين معك بقول لك أنا بكرهك. قلت له أنت ما سألتني ليش بحبك. بحبك لأنه أنت بتكرهني. كمان هاي يمكن صعبة عليك تفهمها، لا أشرح لك. لأنك بتكرهني أنت قاعد تنتظر فشلي وتنتظر أن أخطئ لتنتقم مني. إذن هذا حافز بالنسبة. فإذن أنت عم تقوم عندي بعمل مجاني، أنت عم تخدمني بأن لا أخطئ وأن أنجح حتى لا أحقق رغبتك. يشجعك بطريقة غير مباشرة. فأنت إلك دين علي، أنا لازم أدفع لك لأنه أنت بتكرهني. لأنه بسبب كرهك أنا مضطر أني أنتبه أنه ما أعمل غلطة تمسكها علي. صحيح. وأني ما أفشل حتى تشمت فيي. فشكرا لك على كرهك وأنا بحبك. طيب بعد التخرج سوف تنتقل إلى دولة أخرى، الكويت، عام 1960، وهنا حياة أخرى، دول الخليج مختلفة إلى حد ما، وتعيش أشياء جديدة، وهنا تبدأ يعني العمل، علما أن ليست حقيقة البداية المهنية هنا، لأنك حتى وأنت صغير السن كنت تقوم بالعديد من الأعمال الصغيرة، بائع بوظة إلى غير ذلك، أو بائع في محل الموسيقى. قبل ما أجيكي سوري المقاطعة، قبل ما أجيكي أخذت بوظة وأكلتها وأنا جاي. فتفكرت لأني دائما أذكر عندما كنت أبيع آيس كريم. صحيح. وكنت أحمل صندوق بوزة على ظهري بعد المدرسة وأدور بوزة آيس كريم بوزة آيس كريم. وكان الدافع لي لهذه الوظيفة شيئين، أولا أني محتاج للدخل لأصرف على العائلة، بس الآخر أني عم بأكل بوزة مجانا. لأن من بين الأسئلة الأولى التي طرحتها أنا ذاك، هل يمكن أن نأكل البوزة التي قلت له؟ قلت له إذا اشتغلت عندكم أبيع بقدر أكل بوزة. قال لي قد ما بدك. هذا هو ما يحفز ويشجع. ما شاء الله عليك. فإذا كانت لديك هذه الأعمال، يعني فكرة وثقافة العمل التي تحدثنا عنها في بداية الحلقة معك منذ البدايات. طيب نتحدث هنا عن الفكرة التي تولدت لديك في بداية الستينيات وأنت تستقر بالكويت، ما هي الفكرة؟
ما هي؟ لأن نتحدث اليوم عن إمبراطورية أبو غزالة، لم تبدأ كإمبراطورية ولم يأتي كذلك كإرث أو جاءك من أي أحد، كيف كانت هذه البدايات؟ أولا انتقلت من لبنان، هذا البلد اللي أحببته وأحبني وله فضل كبير علي، إلى الكويت اللي وجدت أنها بنفس القدر من المحبة المتبادلة. احتضنتني الكويت أحسن مما تحتضن أبنائها، وعلمتني أن الأمة العربية كلها، وأنا إنسان عربي، أنا عربي، إذا سألتيني من أنت أنا عربي، شو علمك أنا تلميذ، إنما جنسيتي عربي. وجدت في هذا الشعب الطيب وبقيادته، يعني سواء سمو الأمير أو سمو أصحاب السمو الأمراء وأبناء الشعب وقيادة الإقطاع الاقتصادي، ما حصلت عليه من رعاية أعطاني ثقة بأمتي العربية، وأعطاني ثقة بمستقبلي، إنه مدام الدنيا هيك خير ما في شك أني سأستطيع أن أحقق النجاح. قررت أن أبدأ بالعمل في مؤسسة أتدرب فيها سنة 60 إلى سنة 72. نعم، حيث تحصل على قرض، أعتقد قرض من البنك آنذاك لتأسيس الشركة. وهي قصة يعني هاي بدها جرأة القرار، يعني واحد ما عنده، مش ما عنده، ما عندي شيء لكن هذه قصة حياتك، يعني كل بدايات تكون هكذا. فلما بدي أسس مؤسسة بدي فلوس، والحمد لله يعني وجدت في رجالات الكويت وفي قيادة الكويت الدعم اللي لم أحلم فيه، لدرجة أني أنا استطعت أن أقترض لأدفع ملايين لأؤسس الشركة، وأنا لا أملك شيء مقابلها ولا ضمان، على اسمي ومحبة الناس وفضلهم علي، إلى درجة أنني شعرت بأنه ما في شيء اسمه، هنا أرجع إلى أول حديثنا، النجاح قرار. عندما تقرر أنك تريد أن تنجح تأخذ قرار، مش بتقول بدي أنجح ولا لا، أو يا ترى رح أنجح ولا لا، وكيف أعمل حتى أنجح أو لا، خلص قررت نفذ، ومش تحلم وتتمنى النجاح، هو قرار، والقرار يعني تنفيذ. بالكويت كانت فترة تكويني 30 سنة عملت فيها أحسن من مواطن، فتحت لي أبواب الخير وأبواب الرزق وأبواب المحبة بدون حدود، وبقيت فيها بدون، وما كنت بتركها لولا أنه صارت حرب الخليج وكوني من الجنسية الفلسطينية الأردنية، كنت مضطر أن أترك. فانتقلت إلى الأردن، إنما ما فيني أعبر، يعني إذا بدي أعبر مش حقدر أوصف ما هي المواقف اللي لا يمكن أن لو بتقعدي معي 100 ساعة ما بقدر أقول لك كم موقف وقفت معي الكويت وأهل الكويت. هذه المؤسسة اليوم مثلا اللي إحنا أكبر شركة في الدنيا في الملكية الفكرية، كيف بدأت؟ بدأت بإني أنا كنت في مؤتمر وسمعت عن شيء اسمه الملكية الفكرية. والله كنت هذا المؤتمر في سان فرانسيسكو للتايم ماجازين، قررت أني بدي أشوف هالموضوع وأدرسه، درسته، والله شيء يبدو أنه هو هذا المستقبل. فقررت أن أشتغل في هذا الحقل، درست كما قلت كيف بيشتغلوا المكاتب وممارساتهم وشو المهنة وشو المطلوب، مش هون السؤال. سؤال أخذت قرار وأنشأت الشركة سنة 72، وكتبت للشركات العالمية الكبرى أني أنا جاي أزوركم لأعرض خدماتي، والله يمكن كان ممكن أقعد لي 10 سنين لحد ما يصير لي فرصة أعرض خدماتي، لأنه ما مين أنت لتشتغل كل يوم بيجي من يعرض خدمات. الله أنعم علي بأن ابن أمير الكويت في ذلك الوقت اللي هو الشيخ سالم صباح السالم رحمه الله أمير الكويت، ابنه كان الشيخ سالم سفير الكويت في واشنطن، وكانت تربطني علاقة أفخر بها مع عائلة الصباح ومع الشيخ سالم ووالدته وكل آل الصباح. فلما
وصلت بعت لي خبر انه اذا جيت واشنطن مر علي. مرت على سموه قال لي شو جاي تعمل؟ قلت له جاي اسس شركه للملكيه الفكريه. قال كيف يعني تاسس؟ قلت له بدي زباين. قال لي شو عندك؟ قلت له ما عندي ولا زبون. فاسمع قائمه الشركات اللي هي عندها الحقوق الرئيسيه في الملكيه الفكريه بدي اخذ شغل منهم. قال عندك القائمه؟ قلت له ايه. قال اعطيني اياها. نادى مدير مكتبه قال له بتدعي هذول كلهم بكره على العشاء عندي. يمكن بدي سنة سنتين لأزورهم طبعًا. إذا قبلوا يقابلوني طبعًا. الآن سفير الكويت دعاهم وألقى كلمة في العشاء أنه هذا ابن الكويت وهذه مؤسسة كويتية وإحنا نرشحها لكم. هكذا بدأت أول زباين عندي. هذا فضل مش ممكن أنساه يعني ما وكيف حصل؟ لأنه الناس فيها خير وفي أهل خير في محبة. طيب سؤالي أستاذ طلال، هل تقوم أنت اليوم بنفس الشيء مع شباب مثلا تلتقيهم في هذه الدول التي تزورها؟ والله ما بحب أحكي عن الله لأنه كأنه عم بحكي عن نفسي. لا لكن بس بحب أقول لك أني أنا أفتخر بتكريم ما حصل لي في موضوع الخدمة المجتمعية سواء من جلالة الملك حسين أو من جلالة الملك عبد الله أو من مؤسسات العالمية. وأنا في 28 شهر من هذا الشهر سأكون في الرباط في المؤتمر العالمي للخدمة المجتمع. خدمة المجتمع اللي عم تتكلم 28 من سبتمبر سأستلم جائزة رجل العام 2019 لخدمة المجتمع. لكن ما أقصده أكثر منه ما تقدم الفكرة الفلسفة. ما هو هذا هو. يعني أنا لا أقدم مال. أنا لا أقدم تبرع مثل ما صار معي. أنا ما أخذت مال من أحد ولا واحد قال لي خذها ولا واحد قال لي خذ هالمئة ليرة أو هالألف دينار اشتغل فيهم. لكن تفتح لك الأبواب أحيانا وتقدم فرصة، تعطى فرصة على الأقل. أنا أمارس تماما ما مورس معي بإني أؤسس أن نحن حوالي 30 مشروع لخدمة المجتمع. كيف خدمة المجتمع؟ خدمة المجتمع ما بندفعش ولا فلس تبرع أو دعم مالي. برامج للتعليم، برامج لبناء القدرات، برنامج للتأهيل، إقامة مراكز. عندنا 100 مركز في الأردن لوحده فقط للتعليم المجاني للطلبة من خلال إنترنت مجاني الخاص فينا. احنا عندنا خط خاص لنا مش من خلال مزود، نقدمه لهذه المراكز مع الأجهزة الكمبيوتر مع الأثاث مع التعليم مع البرامج. بس مش بس هيك، احنا فلسفتنا بأن أنا أريد أن أعطيك قدرة حتى لا تحتاج لمساعدتي. هذه ما نقوم به ونقوم به. لا أعطيك سمك، أعطيك كيف تصطاد، يعني أعلمك كيف تصطاد، أعلمك كيف تصطاد السمك. بمجموعة مؤسستنا العالمية اللي هي كما تفضلتي في كل دول العالم 105 مكاتب الآن تابعة لنا ملكنا في الدنيا كلها، 6 منها في الصين. المهم هذه المؤسسة 50% من أرباحها السنوية تذهب إلى مؤسسة طلال أبو غزالي فاونديشن اللي هي لخدمة المجتمع. مش خدمة تبرع، ما فيش تبرع، ممنوع، مكتوب ممنوع في نظامنا الأساسي التبرع. يمنع أي تبرع مادي أو مالي أو نوعي إلا للتعليم وبناء القدرات. فهذه المؤسسة 50% و50% الباقية تصرف في استثمار في المؤسسة لإعادة بنائها وتطويرها وتوسعها في العالم، ولذلك استطعنا أن نتوسع. أنا بالنسبة لي أفخر بكمية وحجم التقدير. أنا حصلت على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى من جلالة الملك عبد الله ابن الحسين عبد الله الثاني عظمه الله لدوري في خدمة المجتمع. طيب بما أنك تتحدث عن الملك عبد الله الثاني، أود أن نختم في هذه الدقائق الأخيرة من الحلقة عن الحديث عن حياتك بالأردن، لأن بعد الكويت وبعد اندلاع حرب الخليج الأولى ببداية التسعينيات سوف تنتقل إلى الأردن بالفعل، وأنت تعيش هناك وبيتك في الأردن يطل على فلسطين. نعم. يطل وربما يعني العودة إلى البداية هنا. حدثنا اليوم عن حياة طلال أبو غزال اليوم بالأردن وما يتطلع إليه مستقبليا. أنا بالأردن
لم غير عن الكويت ولبنان، أنا لست ضيف، أنا مواطن أردني. يعني في لبنان لهم فضل استضافتي، في الأردن في الكويت لهم فضل استضافتي. إنما في الأردن كما جاء في كلمتي عندما استلمت وسام الأعلى درجة وسام في الاستقلال في الأردن من الدرجة الأولى، كان ردي أشكركم أنكم أعطيتموني وطنا ثانيا أفخر به وأحبه وعلمتموني كيف أحب أهله. هذا الشعور طبعا، أنا واحد، أنا أردني، أنا مش ضيف هناك ولا طبعاً. ولا لاجئ، أنا كنت هنا، أنا في الأردن أردني قلبا وروحا وعاطفة، وكل ما يهم أي مواطن أردني هو همي، ومستقبل الأردن هو مستقبلي، وحرصي على اقتصاد الأردن هو يعني واجبي الوطني. ولذلك يعني أنا أفخر بالتقدير اللي أحظى به في الأردن على ما أقوم به في خدمة الاقتصاد الأردني. والأردن عبرت عن هذا قيادة وشعبا بطرق كثيرة عن تقديرها لدوري في خدمة وطني الأردن. الآن بمرحلة الحالية في الأردن وفي المرحلة السابقة ما تغير شيء، أنا خادم بهذا الوطن وجندي في هذا الوطن، وأفخر بقيادة هذا الوطن الملكية السامية. فبالنسبة لي أنا الأردن، والأردن هو تاجي ورأس مالي، وكرمني بعدة مجالات، منها أنا أرأس الآن المجلس المشترك لتطوير التقنيات في القوات المسلحة. هذا منصب من قطاع خاص يكون في علاقة شراكة مع القوات المسلحة، هذا شرف كبير مش مزحة طبعا. ولكن هذا كونه هذا وطني، بس هذا أيضا أعطاني بعد أفق عربي أيضا. أنا جاي من القاهرة مبارح، نحن الآن ننشئ مصنع لصناعة الكمبيوتر إن شاء الله واللابتوبس في القاهرة، مع مين؟ مع الهيئة العربية للتصنيع، اللي هي الهيئة لحد تصنيع العسكري التابعة لرئاسة الجمهورية، لأنني أشعر بأن كل الوطن العربي هو رئيسي، هو وطنك وطني. وكذلك الآن نبحث مع سلطنة عمان في منطقة اسمها المنطقة الحرة اسمها الدقم، أن ننشئ هنالك مصنع. هذه المصانع ستستطيع، وأنا بدي أختم بتنبيه مهم وهذا واجبي، العالم مقبل السنة القادمة على أزمة اقتصادية خانقة بدأت بداياتها منذ سنتين، وأنا أقول هذا الكلام، أننا ستتدحرج الأزمة تدريجيا إلى أن تصل إلى حرب اقتصادية، وهو ما حصل الأسبوع الماضي عندما تقرر أمريكا مثلا أن تقاطع شركات صينية. هذا حرب، مش رسوم، مش خلافات تجارية، مش رسوم تجارية. بدأت الحرب الاقتصادية، هذه الحرب الاقتصادية ليس هنالك خيار لحلها إلا أن يجلس القطبان الأمريكي والصيني لإيجاد نظام عالمي جديد يتفقان عليه، وهو أمر صعب المنال، لأن رؤية كل واحد من الطرفين تختلف بالنسبة للنظام العالمي طبعا. فلن يجلس. أنا طبعا كثير بقول لك يعني لابد أنه يوم من الأيام يقتنعوا ويقعدوا، لن يجلسوا. فإذا ما في طريقة ليجلسوا إلا أن يختلفوا، إلا أن يتصادموا، وأن يحصل تصادم عسكري. هذا التصادم العسكري سينتهي باجتماع، والاجتماعات دائما تنتهي باتفاقيات، وينشأ عنها نظام عالمي جديد يرأسه القطبان. هذه نظرتك للمستقبل اليوم؟ هذا نظرتي، وأنا أقولها من شعوري بالمسؤولية تجاه وطني العربي. أنا أقول، وأنا لا أحلم ولا أتخيل ولا أحلل، أنا أدرس، أنا أعطي خلاصة دراسات من مراكز عالمية للبحث ومراكز استراتيجية. ليس هنالك بديل وليس هنالك حل أمام أمريكا لتخرج من هذا المأزق اللي نحن فيه،
وهو النمو والصعود الصيني السريع التقني والاقتصادي. التفوق التقني والاقتصادي هو التفوق. مش ممكن أن تكون أنت قوة العالم وقيادة العالم إذا لم تكن المتفوق تقنيا والأقوى اقتصاديا. هذا التوجه اللي موجود والصورة اللي عم تطلع لما الفورتشن تكتب مقالة It's a China world، أصبح العالم عالم صيني. مش مجلة صينية اللي عم تكتب، مركز دراسات أمريكي. إحنا الآن أنا أقول هالكلام لأنه عندي مسؤولية أمام وطني، وأنا أصدرت تقرير موجود على موقعنا اسمه 2020 Crisis 2020، موجود على موقعنا أزمة 2020، موجود بالإنجليزي وبالعربي. أتكلم فيه لماذا اختصارا للوقت، لماذا أنا أتوقع هذه الأزمة أن تصل إلى حرب اقتصادية. بدأت، ما صارت لسه بس بدأت. ولماذا هذه ستتحول إلى حرب عسكرية، ولماذا بعد ذلك أنا متفائل بأننا سندخل في اتفاق على قيادة نظام عالمي جديد. مكرهين لأننا مضطرين أن نجلس بعدها، يعني أمريكا ما بدها تحتل الصين ولا بدها عندها خلاف على حدودها، هي تريد أن تصل إلى صيغة ليتشاركوا سويا في صياغة قيادة العالم. الصين لا تريد ذلك، ترفض أن تدخل في حوار من هذا النوع. المهم ستجبر الصين وستجلس، ولكن بعد الحرب. هلأ بعدها ستبدأ عملية الازدهار، وستنطلق عملية الازدهار من هذه المنطقة. لماذا؟ لسببين. بداية من عام 2021. لأن أي منطقة تتحدث عن؟ الشرق الأوسط تقصد؟ نعم المنطقة. ليش؟ لأن هذه المنطقة هي الأكثر دمارا في الدنيا. دمر عندنا ليبيا، ودمر العراق، ودمر سوريا، ودمر اليمن والآخرين. وهذه المنطقة هي الأكثر ثروة. عادة الإعمار تحتاج إلى ثروة، وكما حصل عندما حصلت مارشال بلان، وأمريكا بعد أن دمرت أوروبا جاء الوزير الخارجية صاحب مشروع مارشال جورج مارشال وجاء بمشروعه لإحياء وإعمار أوروبا. طيب. وازدهرت أوروبا، ولكن من ازدهر أكثر من أوروبا هو أمريكا. إذا تقول بعد هذه الصدمات المقبلة سوف يبدأ الازدهار، والازدهار سوف يبدأ من العالم العربي. أمامنا ثواني تقريبا لختام هذه الحلقة، وأود أن نختمها ربما بكلمة إيجابية أكثر منه عن الحرب. لذلك أنا قصدت تفضل كلمة فقط ربما لأجيال أنا قلت في دراستي الأزمة هي أيضا فرصة. يجب أن نتذكر أن الدول التي دمرت مثل ألمانيا أصبحت واحدة من أكبر وأهم خمس اقتصادات في الدنيا، وقائدة في صناعة التكنولوجيا بعد أن دمرت تدميرا ميونخ. أقول أيضا أن يجب أن نتذكر أنه في شيء اسمه أغنياء الحرب. الحرب فيها رابح وخاسر اقتصاديا، كما فيها رابح وخاسر عسكريا. بس الحرب بين الصين وأمريكا ما فيهاش معركة عسكرية، هي معركة اقتصادية ولكن بالسلاح لكي نجلس ونتفق. أنا أقول أنه أنا وضعت في نهاية تقريري قائمة بما يمكن عمله للاستفادة من فرصة الأزمة لنزعلها فرصة للازدهار. إذن طيب دكتور طلال أبو غزالة، أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار وعلى تعريفنا أكثر على محطات على الأقل من مسيرتك الطويلة. أنا أشكرك على حسن قيادتك لي. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة. ابقى معنا على فرانس 24 للقاء. We'll be right back.